السلام عليكم، إن شاء الله راكم مناح. كما تعرفوا الاختبار على الأبواب، حبيت نتقاسم معكم ونحط لكم جدول التوقيت لهذا الأسبوع لكل السنوات المتوسطة في الإنجليزية باش نراجعوا كيف كيف. هذا هو جدول التوقيت تاع هذا الأسبوع. الحصص حتكون في الزوم إن شاء الله. أي واحد حاب يلتحق معنا يتفضل، الرابط سيكون تحت في الفيديو، يعني كل سنوات إن شاء الله. أيضا بالنسبة للسنة الثانية حنغطي الشوبينج والصحة والسفر، يعني كيف كيف للسنوات الأخرى. سنة رابعة عندي مراجعة عامة باش كل واحد يقدر يعني يراجع معنا. الحصص حتكون مجانية، الحصص حتكون مسجلة أيضا ونحطوها في اليوتيوب لأي واحد حاب يشوف يعني مراجعة يعني بعد، ولا ما التحقش بينا في الزوم راح يكون عنده يعني الوقت باش يشوف الفيديو. إذا ماكش مشترك معنا نقولكم من فضلكم اشتركوا. إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله راح نديرو فيديوهات آخرين إن شاء الله، وباش هكذا نوجدوا الاختبارات. نقولكم تهلاو في روحكم ونشوفكم عن قريب. السلام عليكم.